ونبقى في الموصل ونركز على الوضع الإنساني، نناقشه مع الأستاذ ضياء الشمري الذي ينضم إلينا من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أهلا بك أستاذ ضياء. أهلا ومرحبا. كيف تقرؤون احتفال العبادي في الموصل بافتتاح جسر المدينة؟ هذه الزيارة اللي يقوم بها السيد العبادي إلى الموصل وافتتاح الجسر حقيقة هي زيارة دعائية للانتخابات القادمة، والعبادي هو يحاول أنه يجمع الأصوات إلى حتى يفوز، ويأمل وطموحه أنه حتى يكون بالمرحلة القادمة أنه كرئيس الوزراء الحكومة العراقية. حقيقة كل الموجود في الحكومة العراقية بالآونة الأخيرة يزورون المواقع العراقية المنكوبة ويعدون الناس بمواعيد، حقيقة في بعض الأحيان أقول أما دول مجانين أو لا يدرسون أو لا يفقهون ماذا يحدث في العراق. أهل الموصل إحنا نعرف المجتمع المصلاوي أو المصالوة الموجودين في الموصل، هم مصالوة، هم المجتمع الموجود في الموصل هو مجتمع متقدم، تقريبا متقدم عن بقية المجتمع في العراق، لأن أهل الموصل أغلبهم المتعلمين، والجيش العراقي كان معتمد على أهل الموصل من ضباط الموصل وخيرين ضباط الموصل الموجودين في الموصل. مع الأسف في الوقت الحاضر أنه هذه المدينة محيت عن بكرة أبيها. في هذا السياق بالحديث عن هذا الدمار الذي تشهده الموصل، وفي الوقت الذي كان فيه يحتفل العبادي ويفتتح الجسر على بعد بضعة أمتار، كان هناك عمليات لانتشال جثث ضحايا الحرب. كيف تصف تجاهل العبادي للدمار والمعاناة في الجانب الأيمن والتركيز على الجانب الأيسر من المدينة؟ العبادي هو يعلم لماذا لم يعبر الى المنطقه الثانيه، الى الجانب الثاني من المدينه، لان المدينه في الجانب الثاني لحد الان الجثث والرائحه الجثث حسب ما وصلنا، رائحه الجثث موجوده في بعض الاحياء والازقه في الموصل. هذه المنطقه دمرت، ولحد هذه اللحظه لا يمكن المواطنين اعاده تنظيف المنطقه، لحد الان المواطنين هم ساكنين في العراء. هذه العملية اللي قاعد يقوم بها العبادي ويطلق الكلمات والجمل المتناثرة حتى يعتبر أنه أهل الموصل لهذه الدرجة يصدقون بما يوعدهم، وهو يوعد شيء ولا يملكه. العبادي لا يملك شيء حقيقة، لا في الموصل ولا حتى في العراق كاملة. العبادي هو أسير لبقية السياسيين الموجودين والميليشيات الموجهة من قبل إيران. هذه السياسة الموجهة من قبل إيران والميليشيات هي ماسكة زمام الأمور في الموصل وبقية مناطق في العراق ليس إلا. نعم، هو العبادي صرح في عدة تصريحات أن عمليات الإعمار ما تزال مستمرة على قدم وساق، ما مدى واقعية مثل هذه التصريحات، لاسيما وأن سكان الموصل يقولون عكس ذلك؟ أهل الموصل ونحن نعلم لحد الآن لم يبدأ بمشروع جدي، فقط هذا الجسر أعادوا إعماره، ما مشروع جدي لإعمار المناطق السكنية للمواطنين. لحد الآن البنى التحتية في المدينة فاشلة، لحد الآن الأنقاض لا يمكن إنقاذها، لحد الآن الماء والكهرباء في بعض المناطق غير موجودة. يعني هذا يتكلم في كلام والله ما بعرف منين يجيب هذا الكلام. أهل الموصل هم أدرى بما يحدث بالموصل، أي إعمار سواه في الموصل، أي مدينة سواها، أي مدينة أصلحها في كل العراق. أشكرك جزيل الشكر أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.